السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصحى. يتجدد لقاؤنا مع من جديد مع ضيفة حلقتنا اللي مشرفانا النهاردة، الدكتورة أسماء فرحات، مديرة مركز بيبي سمايل. قبل ما اسلم او قبل ما ارحب على بضيفتي النهارده، حابه بس اقول لضيوفنا ان الاستفسارات اللي وصلتنا لما ظهرت معانا في الحلقه الاولى النهارده هيتم الرد عليها. احنا ما بنحبش نزعل مشاهدينا خالص، واستضفناها وبعتنا لها دعوه وشرفتنا النهارده. اهلا بيك يا دكتوره اسماء. اهلا بيك يا استاذه مها. دكتوره اسماء، في البدايه زي ما قلت لحضرتك او سمعتيني كده، في بعض الاستفسارات وصلت لحضرتك، حابه حضرتك تجاوبين عليها. في البدايه، امتى الام او امتى ولي الامر يعرف ان ابنه او بنته في الحضانه عنده صعوبات تعلم او يحتاج لاخصائي تخاطب؟ طيب، سؤال مهم وجميل جدا. اتفضلي. امتى الام تعرف ان ابنها محتاج لاخصائي تخاطب؟ لما يبتدي الطفل يبقى عنده، بيبدا سنه من 12 شهر ويبتدي ما يعملش الحاجه الطبيعيه اللي المفروض الاطفال كلها في سن 12 شهر بتعملها، زي اللي المفروض طفل عنده 12 شهر بيتكلم، بيقول بابا، بيقول ماما، بيتكلم على الاقل 20 كلمه، تمام، بيستجيب للاوامر البسيطه، مش الدقيقه العاليه يعني، فهماني؟ فهنا بتبتدي برضك الام تحس ان في مشكله، ما بيقولش ماما ولا بابا ولا حتى بيقول اي كلمات. بيبتدي تاني مشكله ممكن الام تقابلها لما تلاقي الطفل عنده بيبلغ من العمر 18 شهر. كده بنبتدي برضك نقول ان في مشكله تانية، يعني كده الطفل لما بيعوز اي حاجه بيبتدي، عشان يعني اي حاجه عاوزها يبتدي يشد الام لحد باب الباب مثلا، عاوز يشرب، عاوز ياكل، فهنا مش قادر يستجيب ان هو يطلب، يعني ما عندوش الاستجابه ان هو يطلب اوامر، فهماني؟ فهنا تبتدي برضك الام تلاحظ ان في مشكله كبيره، ان هو مش قادر يطلب، يعني انا مفيش تواصل. يعني انا لو لقيت ابني او بنتي بدا ان هم عايزين الحاجه بس مش قادرين ينطقوا، ولكن الأم بالاشارات زي ما بنقول، يبقى كده طبعا في مشكله. طفل عنده 18 شهر يعني المفروض يكون على الاقل بيقول جمله من كلمتين او ثلاث كلمات. المفروض يقول انا عايز اكل، انا عايز اشرب، زي كده بالظبط. طيب دكتوره اسماء، برضو سؤال تاني جالنا، امتى السن او السن المفروض نبدا فيه تعليم الانجليش مع الاطفال؟ والله الانجليش المفروض ان الطفل يتعلمه من سن سنتين. طبعا كمستمع يا دكتور ولا ممكن؟ طبعا امبروفد ليسننج. في امهات اصلا اثناء الحمل، احنا عرفنا موضوع كده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، قلنا ان الاطفال الام وهي حامل ممكن تستطيع ان هي تعلم طفلها كافه الاشياء عن طريق الاستماع، ان هي بتستمع، وده بيأثر تأثير جيد جدا على الممارس بتاعة الطفل، بيبتدي التخزين يشتغل. فما بالك بقى الطفل بيبتدي من عنده حتى سنة سنتين، فهماني؟ بس الأفضل طبعا أو للأمهات كلها بتآمن بيه، إن الطفل عنده سنتين بيبتدي إن هو يتعلم الإنجليش كويس جدا، خصوصا لو كان إن هو داخل ناشونال أو انترناشونال، المدارس اللي هي خاصة بالحاجات دي، فبنبتدي إن احنا نهتم بموضوع الفونكس وموضوع الإيه؟ موضوع تعلم اللغة بشكل صحيح. لما بيجي لحضرتك في بيبي سمايل طفل بيكون زيرو تعليم اللغة، بتقدري تتعاملي معاه ازاي عشان تحببيه الاول؟ ما احنا لازم اي معلم لازم يحبب الطفل في المادة اللي هيقدر يدربوا عليها، بتتعاملي مع الطفل؟ ده اسمه children is readiness. readiness اللي هو استعدادات الاطفال. لازم نكون في instructors مدربين عندنا، بنبتدي ان احنا نشوف الطفل دوت المستوى الليفلز بتاعه واصل لايه، لان هو بيبقى عباره بالنسبه للغه بتبقى ماشيه معانا في المركز على اساس نظام كورسز، يعني بنبتدي من 5 ليفلز، بنبتدي نتعامل مع الطفل في 5 ليفلز، بنبتديها من الفونكس، تمام؟ الفونكس طبعا اللي هو بيبتدي ان هو يخلي الطفل عنده السكيلز والريدنج والرايتنج، الحاجات دي كلها بيبتدي ان الطفل يكتسبها. طبعا الرايتنج عن طريق تنميه الفاين موتورز بتاعه الطفل، بنشتغل عليها كويس جدا. في نفس الوقت هو بيعمل امبروف ليسننج، بيستمع كويس جدا للساوند اوف ذا ليتر والنيم اوف ذا ليتر، اللي هي اصوات الحروف او السيمبل فيجوال. وفي حاجه كمان، احنا بنبتدي نشتغل على الطفل على اساس ثلاث حاجات. في اطفال بتجينا، بس الاطفال بتيجي على حسب مستوياتها. في طفل بنستخدم معاه الاسلوب البصري اللي هو الفيجوال، يعني احنا بنشتغل مع الاطفال على حسب قدراتهم هما. في طفل فيجوال، في طفل ادورتي، في كنسيديك. بنبتدي نشتغل على الثلاث حاجات.
بنبتدي نكتشف هو الطفل ده فيجوال، فبنشتغل معاه في اللغه على اساس كده، على اساس كده ايدورتي بنشتغل على اساس السمعي، فاهماني؟ بكنسداتك بنشتغل على الاثنين ما بين ده وما بين ده، تمام؟ فعلى حسب قدرات الطفل بنقدر نعمل له تحديد مستوى ونشتغل معاه، عشان بعد 5 ليفلز بنقدر نحقق نتيجه كويسه جدا ونوصله لستيج عالي في البري سكول. لا وده احنا عايزين نوضحه اكتر للمشاهد. استاذنك يا استاذ ايهاب، عايزه بس الفيديوهات اللي جاهزه معانا. تمام. طيب نشوف الفيديوهات ونرجع لحضراتكم تاني. Hello everyone. Today we'll learn the human cycle of our life. This is an infant. An infant is a baby. An infant cannot walk or talk. This is a toddler. A toddler is a very young child. A toddler cannot, a toddler learn to walk and talk. This is a child. A child is a very young person. A child not longer babe, but not yet teen. Child goes to school. What's the matter? I have a cold. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have an earache. Get some rest. I hope you get better soon. I hope you get better soon. What's the matter? I have a broken leg. Get some rest. I hope you get better soon. I hope you get better soon. What's the matter? I have a sore throat. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a toothache. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a backache. مش انا اللي هحكم بالطريقه اللي الطفل قدر يوصل بيها مع الدكتوره اسماء فرحات في حفظ اللغه وتعليم اللغه. طبعا الطفل الثاني اللي احنا شفناه معانا هو زي السكر وايديه قد كده، يعني اللي عجبني في الفيديو ايديه وطريقه نطقه عسل قوي. مصطفى ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. قبل ما اكلمك او قبل ما اكلم دكتوره اسماء عن الفيديو ده، عايزه اسمع منك بقى حاجه بالانجلش برضو. Tell me why. تقدر؟ وريني. وخد نفسك، يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. وبجد يعني انا كل ما بتفرج على فيديوهات لحضرتك مع الاطفال ولما بتفرج على حضرتك في طريقه تعليمك، وده طبعا عرضناه برضو في حلقتنا الاولى، طريقه تعليمك مع الاطفال ونطقك معاهم بيخلي الطفل يكتسب خبره منك. كلميني عن الفيديوهين اللي ظهروا معانا دلوقتي وعن الاطفال، ازاي بتوصليهم للمراحل دي؟ والله الطفل اللي عندنا دلوقتي حسام اللي كان ظاهر دوت، ده طفل ما شاء الله عليه مجتهد جدا، هو في برايمري سي، ولكن احنا بنتعامل مع اللغه مش على اساس الكتاب، يعني احنا مالناش دعوه ولا بالكتب اكسفورد ديسكفري او سوبرلاند، مالناش دعوه بيها خالص. احنا بنتعامل، ممكن نتعامل في السوشيال ستاديز وممكن نتعامل في الساينس، فاهماني؟ اهم حاجه ان الطفل ميوله ايه. الطفل ده ميوله بصري، يعني لما بيشوف الحاجه الفيجوال بيعرف كل حاجه، بيعرف يجمع كل حاجه. فانا بشتغل كويس جدا على النقطه دي معاه، ان هو انا اشتغل اعمل وايلد فوكابولري عن طريق الايه الصور الفيجوال. حضرتك بتقدمي في المركز كورسات لتعليم اللغه الانجليزيه فقط؟ اه اكيد. يعني مش شرط ان هم يدخلوا؟ لا لا خالص خالص خالص، يعني عندنا الكورس، يعني ممكن حد ياخد الكورس بس. عندنا الكورسز وبرده بنمشي معاه في الفايف ليفلز، وبرده بنبتدي ليفل 1 بكتب معينه وسيديهات لحد ان شاء الله ما نوصل لستيج كويسه، يعني تنفع الاطفال عامه في البري سكول بتاعتهم سواء كانوا في الناشونال او انترناشونال. طيب بعد نجاح منهج المونتسوري في الحضانات،
اللي ظهر لنا الفترة يعني مش هنقول سنة تقريبا في مصر، هو في دول أخرى بقاله أكتر من سنتين وثلاثة، ولكن هنا في مصر بدأ يتعرف منهج جولي الفونكس. كلميني أو نبذة مختصرة برضو عن المنهج ده. والله هو جولي فونكس اساسا بيعتمد على ان هو بيجمع كولكشن بتوين ليترز اند ساوند ايت بيكس، فاهماني؟ يعني هو بيجمع ما بين اصوات الحروف والساوند. طبعا مش لازم جولي فونكس، يعني في ناس كتير في النيرسري مش بتدرس بجولي فونكس. الالتزام بيبقى بجولي فونكس عشان المدرسه اللي هيخشها الطفل بتبقى ملتزمه بجولي فونكس، فاحنا ممكن هو حلو جدا لان هو بنعمل كونجكشن ما بين الليترز وما بين الاناكشن وما بين الساوند اوف ذا ليتر. كل الحاجات ديت بتخلي الطفل اكتر استيعابا، ان هو بدل ما يعرف السيمبل ليترز اللي هو الحرف بس من غير ما يعرف صوته ولا اناكشن. دلوقتي الاطفال محتاجه اكتر من كده. جولي فونكس طبعا بيساعد الطفل ان هو يكون عنده اكتساب اللغه بطريقه كويسه جدا، ان هو يخش المراحل كمان الكمبرهنشن والريدنج سكيلز، وكمان يبقى عنده المرحله الاستيجات اللي بعدها بيكون عنده الريدنج والرايتنج كويس جدا. طبعا بيكون برضو مترتب على طبعا بيكون ليفلز برضو نفس النظام. طبعا الاطفال بتحب دايما ان هي تلعب، بتحب ان هي عايزه تغني، فبيبداوا بتبداي معاهم حضرتك بنفس الطريقه. في سونجز طبعا بعد ما بناخد الليترز بنتعلمه الاول النيم اوف ذا ليتر، وبعد كده بنعلمه الساوند اوف ذا ليتر، وبعد كده الاناكشن، وبعد كده هاو تو رايت، وبعد كده اكيد سونجز في ال 26 ليترز كلهم عليهم سونجز طبعا. فده بيبقى ليرن فان اكتر للطفل. طيب برضو هنعرض الفيديو الاخير اللي معنا، اللي طبعا الفيديوهات دي كلها انا جايباها من على صفحه بيبي سمايل. استاذنك يا استاذ ايهاب الفيديو الثالث معايا، اتفضل. رجعنا لكم بعد الفيديو اللي كان معانا دلوقتي لطفله برضو من اطفال او تلاميذ ساره يوسف بيبي سمايل. اسمها ايه؟ ساره يوسف. ممتازه جدا ساره، وبتحب اللغه جدا، ومصممه ان هي تبقى ان شاء الله فيما بعد انستراكتورز كبيره يعني ان شاء الله. طب انا سؤالي بقى الشخصي، هل الطفل اللي مع حضرتك او الاطفال اللي احنا شفناها دلوقتي معانا على الشاشه بيكونوا اصلا عندهم قوه الانتباه والذكاء عاليه، فبالتالي بيوصلوا مع حضرتك بالمرحله دي، ولا ممكن يتعرض عليك في بيبي سمايل طفل ما يكونش بالمستوى ده ويوصل للمستوى ده؟ لا بالعكس، دول بيكونوا لسه بادئين معايا، بس ده تشجيع مني ان هم لازم يعملوا براكتسنج لللانجوج كويس جدا، ولازم يكون عندهم الكونفيدنت عالي، وما يكونوا واثقين من نفسهم، ما يكونش عندهم اي توتر خالص. فالطفل بيبتدي ان هو ياخد معايا سيشن 2 سيشن 1 2 3، وبعد كده بيبتدي يبقى عنده الكونفيدنت ده، يبتدي يتكلم ويواثق من نفسه، ويبقى ما فيش اي مشكله خالص، لان احنا بنفهمه ان اللغه شيء جميل، شيء سهل. تمام. وبنتكلم في التوبكس كلها في جميع المواضيع، يعني انا مش بخص موضوع واحد، او مش بمشي بمنهج مثلا الطفل اللي جاي بيه، لان الليفل اصلا اللي انا بتكلم فيه بيبقى الطفل مش واصل، تحديد المستوى معايا مش هو اللي الطفل واصل ليه. فبنبتدي نشتغل على الموضوع ده كويس جدا، نشتغل في جميع المواضيع بثقه، نقرا روايات، نتكلم عن اللانجوج كشيء محبوب يعني. طبعا ده الفرق ما بين ان ناسس اطفالنا كويس في اللغه، بنحصد بعد كده، بنشوف ان احنا طبعاً لما بناسسه صح وعلى يد متخصصين بنلاقي الفرق مع الكبر، مع مستقبله. طيب انا برضو من كلامي مع حضرتك حابه برضو اخد برضو نبذه كده مختصره عن، ان شاء الله هنطلع بحلقه مخصوصه عن الكتب دي باذن الله، او سلسله تعلم اللغه بسهوله لصعوبات التعلم. كلميني عنها حاجات كده بسيطه، وان شاء الله هنطلع بحلقه مخصوص عن
السلسله دي. تمام. هو في مجموعه من الاطفال من خلال خبرتي يعني في المجال اكتشفت ان هم بيتعاملوا مع الانجليش بصعوبه رهيبه جدا، مش صعوبه بس ان هم عاوزين ندخلهم الفيجوال او الاودورتي او الكانسديتيك، مش ده بس، كمان بيبتدوا ان هم عندهم صعوبه ديسلكسا في الانجليش ذات نفسه، بيبتدوا يقلبوا الحروف والكلمات، ده غير عدم المقدره اصلا على اي حاجه يعني سواء كان فيجوال او اودوريتي، بيبقى عندهم صعوبه، عشان كده سميه بديسلكسا، صعوبه شديده في المجال نفسه. فابتديت ان انا اعمل سلسله من الكتب وان شاء الله اعرضها عليكم باذن الله اكون خلصتها تماما. بتتكلم ازاي نساعد الاطفال عن ان هم برضو بتبقى مستويات. طب مش كنا اشتغلنا فيها بدري شويه استاذه اسماء عشان ننزل فيها؟ معلش ان شاء الله قربت تخلصها خلاص، وان شاء الله نعرضها المره الجايه، دي هتساعد اولياء الامور بعد العيد بامر الله باذن الله. ان شاء الله برنامج كلمه في وصفه يتشرف بدعوه لحضرتك، نجيب الكتب دي ونجيب حضرتك ونتكلم بشكل اكتر من كده عن السلسله دي باذن الله. اكيد ان شاء الله. طبعا قبل ما اختم حلقتي انا حابه بس يعني اشكر حضرتك على قبول دعوتنا لتاني مره، وان شاء الله هيبقى أنا اكتر من مره. دي حاجه. تاني حاجه انا بشكرك برضو لطريقتك مع الاطفال، لطريقه ان انت توصلي طفل مصطفى برغم انه ابنك، ولكن انه برضو يوصل للمرحله دي في الانجليش حاجه يعني مميزه جدا وحاجه كويسه. شكرا. ربنا يوفقك. وعايزه من حضرتك نصيحه لاولياء الامور اللي متابعانا عشان نختم فقرتنا. والله نصيحتي اليوم في اللغه ان هم يعلموا اطفالهم صح، ما يودوه المكان الصح علشان ما يتعبوش بعد كده في موضوع ان هم لو هيودوا اطفالهم ناشونال او انترناشونال عامه، فبيواجهوا صعوبه بعد كده في الساينس وفي الديفينيشن وفي الماثماتيك والحاجات دي كلها. فالمفروض نودي اولادنا في المكان الصح مع انستراكتورز، الناس متخصصين مدربين كويس على كفاءه، علشان ما نتعبش معاهم بعد كده فيما بعد، او نكون دخلناهم البري سكول اللي فيما بعد هتسبب لنا صعوبه بسهوله. طب معلش عشان افتكرت حاجه من الحلقه الاولى. احنا في الحلقه الاولى لما جيت اتشرفت بوجود حضرتك معانا لما كلمتك وقلتي لي في العرض استاذه اسماء، ليه ما قلتليش ان حضرتك دكتوره اسماء وحاصله بالفعل على دكتوراه؟ ليه؟ والله عادي تواضع الحمد لله. ما انا برضو وضحي لنا الحته دي، او وضحي لي انا شخصيا، احنا عادي بنتناقش. حضرتك حصلتي على الدكتوراه ودي الحمد حاجه لله. مشرفه الحمد وحاجة لله. كويسه جدا. يعني حضرتك المفروض بتعرضي ده، ليه مخبيه؟ لا مش مخبيه والله. اصل انت اكيد تعبتي في المرحله دي. الحمد لله تعبت كتير جدا في مجالي لحد ما وصلت للستيج اللي انا فيها ديت، بس والله لا يعني عادي نسيت سير مش اكتر. شكرا لحضرتك استاذه ماء. على ايه يا استاذه اسماء او يا دكتوره اسماء، خلينا بقى ايه على حسب شهادتك انا هقول لك، ماليش دعوه انت عايزه بقى التواضع ده انا ماليش فيه. دلوقتي دكتوره اسماء انا عايزه برضو من حضرتك نصيحه لأولياء الأمور اللي عندهم أطفال عندهم صعوبة تعلم وتوحد وتخاطب، الحاجات دي بتبقى فارقة قوي مع الأطفال ونفسيتهم. معلش نصيحة برضو قبل ما نختم حلقتنا. أنا عاوزة برضو كوجه نصيحة لأولياء الأمور البيرنتس عامة، إن هم بيقولوا طفل يكون عندهم طفل بيتكلم وطفل مش بيتكلم، فتقول هو زي أخوه فكده كده هو هيتكلم. أنا عاوزة بس أوضح إن دي فروق فردية ما بين الأطفال، ومش معنى إن الطفل ده ابنك والطفل ده ابنك إن ده هيوصل لنفس اللي هو وصل ليه. تمام. فالنصيحة طبعا إن هي تنتبه لابنها وتتابع معاه منذ الولادة ابنها كويس عنده تواصل بصري الكلام ده كله، لانه لو ما انتبهتش من الكلام ده من بدري مبكرا هتبتدي تخش في مشاكل كتيره جدا، هتقول يا ريتني كنت استمعت او كنت انتبهت للمعرفه في موضوع في علم التخاطب عامه او العلم بذات نفسه التوحد او التخاطب، علشان تتفادى اي مشكله تكون عند ابنها. فلازم يكون عندها المعرفه والعلم، المفروض تفهم ان من سن شهر المفروض ابني يكون فيه تواصل بصري، المفروض من شهرين كذا، فعلشان نتفادى المشاكل دي كلها لازم تكون هي قارئه جيده لابنها او ابنتها. في جزء في بيبي سمايل او في قسم طبعا عندنا ذوي احتياجات خاصه على كفاءه الحمد لله، عندنا تخاطب وتوحد وبنعمل طبعا تقييمات وبنعمل مقاييس الحمد لله عندنا كل ده. هو اصلا ده تخصصي الاساسي، بس انا شغفي وحبي في اللغه اللي نساني الموضوع ده شويه، بس انا عندي ناس بتقوم بالامور ديت على اكمل وجه، وانا ما زلت في مجالي بس هو اللغه اللي بزود لها شويه. عشان انت بتحبيها؟ عشان حب. حبيها. انا عايزاكي تحبيها عشان في ناس ما حبتهاش وبتقول يا ريتني دلوقتي والله. لا اللغه جميله. طبعا انا بشكر حضرتك لاخر مره معانا النهارده وفي فقرتنا، وحابه بس اقدم لك حاجه بسيطه جدا. استاذنك يا استاذي، طبعا ده درع تميز او لقب حصولك على شهاده شكر وتقدير
للقبك افضل مركز انجليش على مستوى القاهره. الف الف مبروك وبالتوفيق دايما وعقبال. شكرا لحضرتك، ربنا يكرمك. تكريم للسلسله باذن الله. شكرا لحضرتك استاذه محمد. حابه تقولي اي حاجه قبل ما نختم فقرتنا؟ لا، حابه اقول ان انا استمتعت جدا بالوقت معاكم، وان شاء الله من تقدم لتقدم باذن الله. ان شاء الله. للاسف هقول فقرتنا خلصت، وهتنتظروا زميلتي وصديقتي الاستاذه نيال الخولي بعد الفاصل ان شاء الله. واحب اشكر لاخر مره الدكتوره اسماء فرحات على حلقتنا النهارده وعلى موضوعنا، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نجيب عن الاستفسارات اللي وصلتنا. وعايزه اقول حاجه للمشاهدين قبل ما اختم حلقتي، اي استفسارات بتوصل على صفحه برنامج كلمه فصفه بنرد عليها، مش شرط ان احنا نطلع الحلقه اللي بعدها على طول نرد، ولكن الاسئله اللي بتيجي لكل ضيف بحب دايما كل ضيف جات له اسئلته يشرفنا تاني، بنتظر يسمح وقته بوجوده معانا وبستضيفه وبيشرفنا وبيتم الرد على استفساراتكم. مش معنى ان احنا بنتاخر شويه ان احنا بنتجاهل او ما بيهمناش ارائكم معانا، لا خالص. انا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان ما حدش يزعل مننا. والاستفسارات اللي وصلت للدكتوره ايمان ربيع اكيد ان شاء الله بامر الله منتظرين بس ان هي تنسق موعدها، والاسئله اللي جت للاستاذ عمر، كل الاسئله اللي جت لكل ضيف عشان ما انساش حد، ان شاء الله هيطلعوا معانا تاني وهنرد عليها بعد العيد. وان شاء الله الحلقه الجايه يوم الثلاث في نفس الميعاد هيكون معانا فقره من فقرات برنامج كلمه فصفى. للأسف فقرتي خلصت، انتظرونا بعد الفاصل مع زميلتي.